قال الله جل في علاه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ما زال الله يعدد مظاهر الربوبية، كما قلنا أن مظاهر الربوبية مع الإقرار تستلزم الإلهية، فالله يلزمهم ويردهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. أنتم تختلفون على توحيد الإلهية، لا تريدون أن تفردوا الله بالعبادة، والله يبين لكم وأنتم تقرون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والقدرة كلها لله جل في علاه. إذا من خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الأحق بأن يفرد بالعبادة. وسورة المؤمنون شاهدة على ذلك، قل من بيدي ملكوت السماوات والأرض، المصحف، هات المصحف، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ففي كل الآية يبين الله جل في علاه أنه خالق كل شيء وأنه القادر على كل شيء، إذن يلزمكم أن تعبدوه وأن تفردوه بالعبادة. قال الله جل في علاه: الذين أمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعدد مظاهر الربوبية من أجل الإلزام بتوحيد الإلهية. ألم يروا إلى الطير مسخرات، من الذي سخرها؟ من الذي جعلها في الهواء البعيد عن الأرض؟ الله جل في علاه الذي جعل لها الأجنحة وجعلها تطير في السماء، هو الله جل في علاه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، لا أحد يملكهن إلا الله، ما أحد يمسكهن عند قبض أجنحتهن أو بسط أجنحتهن إلا الله، أن يقعن على الأرض إلا الله. الله جل في علاه الذي أعطاهن التوازن وأعطاهن القوة على الطيران سبحانه جل في علاه. وهناك تفسير عجيب قاله بعض العلماء بأن في قول الله جل في علاه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أنت بتنظر إلى السماء ترى أعاجيب، ترى السحاب الذي أجراه الله جل في علاه وأنزل منه المطر من أعاجيب خلق الله جل في علاه، ترى الطير في السماء هذه من الآيات النيرات، ترى النجمة، ترى القمر، ترى الشمس، كلها آيات باهرات قاهرات واضحات، دلالات ظاهرة على 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 ربوبية الله جل في علاه وعلى إلهية الله جل في علاه. القول الثاني هو أن في قول الله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الله إلا الله، ما يمسكهن على أن يلقين الحجارة على بني البشر إلا الله. والحق أنه ما من مخلوق إلا ويستأذن أن يخرج على بني البشر، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد قال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني هذه الآيات التي يرونها عيانا أمامهم تنفع المؤمنين. قال إن في ذلك، في الذي ذكر بأسره، لآيات لقوم يؤمنون، لقوم يوحدون، لقوم ينتفعون بهذه الآيات فيسيرون سير الأولين ويسيرون سير الموحدين. قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يؤمنون لفظا، يؤمنون قلبا بحسن الاعتقاد، يؤمنون فعلا بخضوع الجوارح لرب العباد سبحانه جل في علاه. قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، موضعا تكنون فيه، تسكنون فيه، في الحجر والغرف، يعني تختفون عن الناس، تستريحون، تريدون يعني الالتقاء مع نسائكم، كل ذلك من نعم الله عليكم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فجعل له مأوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. الخيم هي أعظم بيوت كانت معروفة في أهل البداوة، وهي الخيم، لا البناء، القباب والخيم، وهذه هي من جلود الأنعام. خيمة يتستر بها المرء أو يستتر بها المرء، يعيش فيها المرء، ولا نعم العيش بذلك، ولا نعم العيش بذلك. فقال: ومن جلود وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. هي بيوت، نعم بيوت، يستكن فيها المرء، نعم،
تكون له يعني سترا، نعم، وتكون له قرا من حر أو من برد، نعم. قال تستخفون، هذا زيادة النعم، تستخفونها أي يخف عليكم أن تحملوها، تستخفونها يعني يخف عليكم حملها يوم السفر ويوم القر، إن كنتم يعني في مكان وانتقلتم إلى مكان آخر تحملونها يسيرا. أيضا عند إقامتها وعند إقامتكم هي أيسر ما تكون عليكم، هي أيسر ما تكون عليكم. فبين الله جل وعلا أن لها فوائد، أولا أنها تنزل منزلة المسكن، والثاني أنها خفيفة المحمل سواء في السفر أو في الحضر. قال والله وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم سفركم. الظعينة للمرأة السفر، يوم ظعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم، فهي خفيفة المحمل وأيضا خفيفة العمل، عندما تنصبها لا تأخذ وقت، وتكون قد استترت عن الأعين، عن أعين الجن والإنس، وأيضا تكون في مأمن من الوحوش وغير ذلك. قال يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها الضأن، وأوبارها الوبر من الإبل، وأشعارها من المعز. شوف هذه الأصناف بهيمة الأنعام جميعا من نعائم الله على العبد. فمن الأصواف تؤخذ من الضأن، والأوبار تؤخذ، الوبر يؤخذ من الإبل، والأشعار تؤخذ من المعز. قال أساسا، قال علماؤنا الأساس معناه المتاع، يعني يكون متاعا، وأنت تراه الآن في غرف النوم والصالة وغير ذلك، هي أيضا حشوها تكون من ذلك، والفرش أيضا يكون كذلك، نعم. قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الأساس هو المتاع، ولما قال متاعا كان العطف عطف تفسير للتأكيد، لأن الأصواف والأوبار والأشعار هي متاع، الله متعكم بها. قال متاعا إلى حين يعني إلى الموت، ومتاعا إلى حين إلى الموت، لأنك حتى لو بريت تستجد منها. وقيل إلى حين، إلى حين هلاكها، يعني إلى حين انتهاها، وإن بليت فإن الله يجدد لك النعائم وتأخذ منها أيضا، لأن الله جل في علاه خلق بهيمة الأنعام ولا تندثر إلى يوم القيامة، وذلك من فضل الله على العباد، وهذه من عظيم نعائم الله جل في علاه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال وعدد النعائم أيضا كما قلنا إلزاما لتوحيد الإلهية. والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الشجر وأيضا من البيوت ومن الحوائط فيقيكم الحر. قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون به وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنون إلى الجبال. هناك أقوام جعلوا بيوتهم في قمم الجبال يتعالون تكبرا حتى أجهز الله عليهم. قال وجعل لكم من الجبال أكنانا واحدها كن، وكل شيء وقي شيئا وستره فهو كن، فهي تستركم من الشمس ومن الحر ومن البرد، نعم. قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر يعني قمص تقيكم الحر، ولما قالوا الحر معها البرد لأنه السياق معلوم، يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد، وهذه أيضا من عام الله جل في علاه ولباس التقوى آخر. قال وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني هذه الدروع التي تقيكم ضربات السيوف عند الحرب مع الكفار، يتقون بها الطعن ورمي النبل وغير ذلك، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك أتم الله عليكم النعمة بالخلق والرزق والإحياء والإماتة لعلكم تفيقون، لعلكم تستيقظون، لعلكم تؤمنون بالله الواحد سبحانه جل في علاه، وتعلمون أنه ما أنعم عليكم هذه النعائم إلا وأنتم خلقه، وأنه يريد رحمتكم سبحانه جل في علاه، وما خلقكم إلا ليرحمكم، فعليكم بتوحيده وكمال التوحيد حتى تكون النجاة التامة غير منقوصة. قال لعلكم تسلمون، تستسلمون لربكم وتستسلمون لأوامر ربكم، تصرفون العبادة له وحده لا شريك له، ولا تشركون به شيئا، هذا هو المطلوب منكم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
إلا ليوحدون كما قال ابن عباس. الفوائد المستنبطة: حسن التدبر في خلق الله جل في علاه يلزم التوحيد. حسن التدبر في خلق الله جل في علاه يلزم التوحيد. تعداد النعم يستلزم الشكر. تعداد النعم يستلزم الشكر. الزهد في الدنيا، وهذا يؤخذ من قولي وجعل لكم من جلود الأنعام، يعني تستخفون، ولا بد أن تخفف الحمل من الدنيا، فإن الدنيا دنية لا تدوم بل هي إلى زوال. من حسن الإسلام كمال الاستسلام. حسن الإسلام كمال الاستسلام. الفائدة الخامسة: من حسن التوكل الأخذ بالأسباب. من حسن التوكل الأخذ بالأسباب. لو في أسئلة تفضلوا.